لأنه نحن أولاد كنيسة، ربنا يسوع شرى دمه، مات على الصليب من أجلنا، وقام أعطانا القوة حتى نحن نقوم من ضعفنا، من خطايانا، ونكون واقفين معه. شفنا أنه الكنيسة هاي اللي هي دم حنون لكن أبناء لازم يكون فيها المحبة، هي روح السيدة اللي تسود بين أولادها، المسامحة على الغفران اللي هي أساس المسيحية. وعلى هذا الأساس توقعنا بعضنا المنشور، أريد نصلي حتى ربنا من عنده يهرب الكل الخير، واستمر هالعملية بالمسامحة والمصالحة حتى نزل وتكون لخير كل المؤمنين. بالتأكيد صار في جروحات كثيرة انفتحت، وبدها وقت الجروحات تنشفي لتتسكر تلتحم، بس الصلاة قادرة على كل شيء. الصلاة مقتدرة في حدود الله، يقول المقدار والله استقر تعمل كل شيء. اليوم اجتمع على مناسبة كثير عزيزة على قلبنا، اللي هي تحضير لتقديس الكنيسة. طبعا هالصلوات هي شيء ما عم جزء من التقديس، ولو هو الصلوات الأصلية والناس قاعدة يقولوا رح تصير بكره، لكن كل هذا هو الداعي لتحضير قلبنا لما كان مقدس الكنيسة، كما المؤمنين يسألوا فيها كل الليل، يقرأوا المزامير، يرتبوا الصلوات، يقرأوا الأحاديث الروحية، يعملوا شهر شهر وعزاها. وثاني يوم البكير بكمل الصلوات بكمل التقديس والقداس، ويعني وجودنا اليوم هو جزء من عملية من تقديس الكنيسة. لذلك وجودنا مع بعض اليوم مهم كثير، حتى نتذكر انه هالكنيسة اللي عم نقدسها اليوم هي كنيسة فيها حجارة، مو حجارة ميتة مزروعة ومحطوطة بالإيطار، فيها حجارة حية اللي هي أبناء الكنيسة. كل واحد منا هو حجر، يعني بناء روحي اللي رأسه هو السيد المسيح، حجر الزاوية اللي يجمعنا بعضنا هو السيد المسيح. عرفنا لكلمنا قبل ما كان فيها الحديد الموجود اليوم، ما كان فيها التقدم التكنولوجيا، كان في حجر أساسي في البناء اللي يمسك الإيمان مع بعض، يمسك الزاويتين مع بعض هو حجر الزاوية. كتاب المقدس يقول عن المسيح هو حجر الزاوية فبناء روحي، هو اللي يجمع الكسر كل حاله لما انفرد بيده على الصليب، جمع الكل لحاله. ونحن اليوم عم نجتمع لانه في شيء يجمعنا مع بعض اللي هو ايماننا بربنا يسوع المسيح. نحن فاذا جماعه المؤمنين قبل ما نكون منظمه او مؤسسه او نادي او ايش، نحن جماعه مؤمنين ايمان بالمسيح، والايمان هو ايمان حي، هو ايمان بي، ايماننا ما اخذناه يوم المعمودية لما تعبدنا وبس نسيناه، وايماننا كل يوم نعيش حياتنا، كل شغله نعملها، كل كلمه نقولها، كل فكر نفتكره، هذا هو الايمان تبعنا. اذا كان ده الشيء هذا عم نعمله بمخافة ربنا، عم نعمله لأجل تمجيد اسم ربنا، عم نعمله لأجل بنيان الكنيسة، معناته نحن عم نكون عم نكتفي عندنا إيمان حي. أما إذا نكتفي بيوم المعمودية لما تعملنا رح توصل الناس المسيحي الصناعي، وبعدين ما نسأل عن ما نعيش الإيمان في حياتنا، معناته الإيمان ميت، والإيمان الميت هو الإيمان اللي ما في أعمال، مثل ما يعلمنا الرسول يعقوب في رسالته، الإيمان بدون أعمال هو ميت. حتى فرجي إيماننا لن أسأل من فرجي أعمالنا. طبعاً فرجي أعمالنا ما حتى نفتخر فيها، ما حتى نتباهى، نقول تعالوا شوفوا إيش كنيسة حلوة عمارنا، هي سيد كثير حلوة وألف مرة تجربة ذاتية، بس الإيمان في فرجي أعمالنا حتى نخلينا قريب الآن من المسيح، لأنه يعني رسل، كلياتنا رسل، كل واحد منا هو رسول. المسيح أعطانا مسؤولية نروح ونبشر، اذهبوا وتنهيوا جميع الأمم وعملوا
شلون نجيب التلاميذ اليوم ما نقدر نروح للباب ما وصلت فيها ثلاث ايام ان شاء الله بس في مجتمعاتنا هون في المانيا في ملايين ناس يتوحدوا في المسيح البعض منا يقولوا ربنا عشان نعيش بلد مسيحي ربنا عشان نواجه ناس نعرف فيها انه في بلاد كثيره كان اسمها مسيحيه ومنها هون المانيا واوروبا بشكل عام انبنت على اساس مسيحي انبنت على قيم وعادات وافكار مسيحيه بس اليوم اي مسيحيه للبلاد ما بقي ما في البيت فنحن عندنا وظيفه جينا من الشرق اللي نبى فيه الايمان اللي طلعت منه المسيحيه جينا لهون جابنا العيشه المسيحيه هون ونخلي الاخرين يرجعوا لجذور المسيحيه يقبلنا على الشهاده ما بس نكون عندنا واجبنا بس نكون خلصنا انفس كثيره عقوبه للانسان اللي يقدر يخلص نفس انسان اخر.